أهلا بيكم في الحلقة الثانية من Living a Value Driven Life. How to identify your values, يعني إزاي تحدد أنت عايز إيه في الحياة؟ يعني a family person ولا a career person ولا what؟ ولا caring أكتر على health ولا وتريو ولا طبيعي؟ احنا في كلنا فينا حتت من ده كله، بس في حد الويت بتاعه بتاعت كل حاجة بتبقى مختلفة عن التاني شوية. فلو ابتدينا بهاو تو ايدنتيفاي يور فاليوز، هو في طريقتين، او هو مش الطريقتين الوحيدتين طبعا، بس يمكن هي دي دول الطريقتين الباي اكسبيرينس ممكن يجيبوا نتيجة كويسة. هي أول واحدة identifying اللي انت حبه أو your values، بإنك تعرف إيه اللي انت مش حبه. يعني معايا كده، لو شفنا شكل التورتاية أو الكيكة اللي احنا كنا بنقول عليها وحطنا الحاجات دي كلها في شكل جدول، فهنعمل زي three columns. أوكي، الكولمن الاولاني فيه الفاليوز اللي احنا قلنا عليها في الباي، اللي هي الفاميلي والكارير والهيلث والفريندز والانترتينمنت والحاجات دي. وبعدين الكولمن اللي بعده الحاجات اللي انا ما بحبهاش، وبعدين ثالث كولم الحاجات اللي انا بحبها، وبجيب اللي بحبه عكس من عكس اللي انا ما بحبوش. فمثلا في العيله، لو قلنا مش بحب العيله الريموت اللي هو كل واحد فيهم عايش في جزيره معزوله، تمام، عكسها ايه؟ فريندلي، العيله الودوده، بيصاحبوا بعض، فاهمين مشاعر بعض والحاجات دي. لو بحبش العيله المتسلطه مثلا، فطبيعي هحب العيله، هاخد من عكس المتسلطه ايه؟ ممكن تكون الديمقراطيه مثلا، فبحب العيله تبقى ديمقراطيه.